متى ينتصر شعب البحرين؟ ينتصر شعب البحرين عندما تكسر شوكة درع الجزيرة الذي هو الحاضن الأساسي لهذه العائلة وتتغير الموازين. وكسر درع الجزيرة سيتم على مستوى الإقليم ولن يتم فقط على مستوى الجزيرة العربية فقط. وبوادره بدأت تبدأ في سوريا ومن اليمن. ومعنى ذلك أن الأمور إذا استمرت بهذا الشكل فالمعادلة لن تعد تكون تغيير موازين قوى في البحرين، بل إيجاد إقليم جديد خالي من رأس التآمر على أمن الإقليم، رأس التآمر على وحدة الإقليم، رأس التآمر على العقيدة الإسلامية، رأس التآمر على القيم الإنسانية الذي هو متمثل في بني سعود الذين يحكمون في شبه الجزيرة العربية. فإذا المعادلة تتعدى قدرة البحرين، ولو أن حركة شعب البحرين هي أساسية فيه وهي مرتبطة بموازين القوى الإقليمية وبمستقبل الصراع في المنطقة. ولذلك أهمية استمرار هذا الحراك هي جدا مهمة، المحافظة على القدرات جدا مهمة، والنظر بأمل للمستقبل هو شيء ضروري جدا، لأنه هو الحقيقي الذي سيتحقق بإذن الله بإرادة شعب البحرين وبإرادة القوى الخيرة التي تصارع في الإقليم لتغيير وجه الإقليم والقوى المسيطرة بالشكل السلبي على الإقليم، لأنه في قوى الحمد لله هي قادرة في الإقليم ولكن بالشكل الإيجابي.